من هناك وين موجود ستانيسلاف مانولييف، يتدخل الدفاع، تعود الكرة من جديد للمنتخب البلغاري والحكم يحتسب خطأ لمصلحة بلغاريا. إيفانوف اللي يحمل رقم 15 يلعب في الدوري الروسي. كرة من جديد للمنتخب البلغاري لحد الآن، وبعد مرور تقريبا 28 دقيقة النتيجة متعادلة سلبية 0-0 بين بلغاريا ومونتينيغرو. كرة من هناك بالنسبة لبلغاريا عن طريق الكابتن، شوف التحركات ماركينيوس والمحاولات بالنسبة للمنتخب البلغاري، بدأ يتحسن أحسن مما كان عليه في بداية التصفيات المنتخب البلغاري عن طريق اللاعب رقم 3 اللي هو إيفان بوندالوفسكي. تمريرة سوء تفاهم اصطدام بين اللاعبين، وكرة من جديد في وسط الدفاع بالنسبة لمنتخب بلغاريا. هناك لاعبين اثنين كلاهما يلعبان في نفس الفريق، هناك سانييف وبودوروف يلعبان لليتكس روفيتش، بينما في وسط دفاع المنتخب مونتينيغرو هناك زايلوفيتش وكذلك ماركو بازا بافيزيفيتش وبطبيعة الحال اللاعب الرائع لوكا بايوفيتش الذي يلعب في الدوري البولندي. تابعوا جيدا اللاعب رقم 16 من اللاعبين الممتازين. شوف المحاولة بالنسبة للمنتخب البلغاري، في خطأ سيد الحكم، في خطأ اعتراض واضح، لكن الحكم يترك اللاعب يتواصل للمنتخب البلغاري، وشوف يعلن على خطأ متأخر. ينبغي على الحكم أن يكون قريب من اللقطة، ينبغي أن يعلن على الأخطاء في وقتها، تأخر نوعا ما قبل أن يعلن على الخطأ للمنتخب منتخب مونتينيغرو. أين هو ذلك الفريق الكبير لبلغاريا؟ أين هو ذلك الفريق الكبير لبلغاريا بقيادة ستوكوفيتش؟ وستويكوف، ريستو ستويكوف اللاعب الرائع الذي قدم الكثير للكرة البلغارية عندما خرج ولعب على مستوى عالي، وكرة ملعوبة وقوية، لكن يتدخل الدفاع وعودة من جديد، عودة من جديد. وبطبيعة الحال هناك أسماء كبيرة إيفان فوستوف كذلك كان لاعب ممتاز، فاسيس باسوف كذلك من اللاعبين الممتازين في المنتخب البلغاري، لوبومير، إيفان رادوييف. شوف المحاولة خطيرة والتمريرة العرضية، لكن الكرة لم تصل لولا وجود ذلك المدافع وكذلك ستانيسلاف هذا ممتاز رائع جدا، ماتييف، الأسماء الرائعة في المنتخب البلغاري، وملادينوف كذلك، بوريس أنجيلوف، إيفان فوستوف، هذه الأسماء التي لعبت على مستوى عالي وشاركت مع المنتخب البلغاري في كأس العالم، أحسن نتيجة في 94 بالولايات المتحدة، لعب من أجل المركز الثالث لكن لم يفوز أمام السويد. كرة ملعوبة بالنسبة لمنتخب مونتينيغرو وعودة من جديد لمونتينيغرو. مونتينيغرو كرة مرفوعة ومقوسة كما ينبغي، لكن الدفاع موجود، وتسديدة رائعة ولا أروع، هذه الكرة على الطائر والكرة بعيدة وفوق المرمى. لاعب رقم 17 وهو ألسات سفيروتيتش يلعب في الدوري السويسري، يلعب في لوزير. إذن على هذا الملعب، ملعب بودغوريتشا ومدينة بودغوريتشا، النتيجة 0-0 وندخل في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول والنتيجة متعادلة. وهكذا إذن ننتظر الجديد وسنرى. كرة في وسط الميدان للمنتخب البلغاري ويخطفها اللاعب من مونتينيغرو،
تمريرة لكن الدفاع موجود، الدفاع موجود لحد الآن. كرة من جديد على الجهة اليمنى للمنتخب البلغاري عن طريق اللاعب رقم 9 اللي هو إيفلين بوبوف. إيفلين بوبوف في اتجاه ماركينيوس، ماركوس ماركينيوس، ماركوس ماركينيوس، كرته لم تصل ومباشرة الكرة ملعوبة من هناك في العمق. يتدخل الدفاع وكرة دائما لمصلحة المنتخب البلغاري، يتحرك بشكل جميل في هذه المباراة. هريستو يانيف، يانيف لاعب ليتكس لوفيتش. كرة من جديد دائما للمنتخب البلغاري، المنتخب البلغاري في هذه المباراة ممتاز. الكابتن ستيليان بيتروف، عودة من جديد للمنتخب البلغاري، كرة جميلة والتغيير على الجهة اليمنى لكن الكرة قوية ومباشرة لتمس. إذن الكرة في منطقة دفاع منتخب مونتينيغرو. التبادل الكروي الجميل، التبادل الكروي الجميل لحد الآن، وكرة ملعوبة من هناك خطيرة. التدخل والكرة مباشرة يقول الحكم ضربة مرمى، ضربة مرمى. إذن لم يستفد من هذه الكرة منتخب مونتينيغرو. التدخل هنا كذلك كان قويا، لاحظنا. وبإمكان مونتينيغرو اليوم أن يستفيد ويصبح في الصدارة بعد تعادل المنتخب الإنجليزي اليوم. المنتخب الإنجليزي بملعب ويمبلي تعادل في هذا المجموعة مع سويسرا هدفين لهدفين. انتهت المباراة، معناها أن إنجلترا حصدت نقطة واحدة في المباراة التي جمعتها اليوم مع سويسرا. إذن إذا فاز اليوم مونتينيغرو، مونتينيغرو يصبح ب 13 نقطة بينما إنجلترا ب 11 نقطة، وهكذا أمام مونتينيغرو فرصة لكي يصبح يتصدر هذه المجموعة، المجموعة السابعة. فرصة كبيرة أمام مونتينيغرو، فرصة كبيرة. ولا ننسى أن مونتينيغرو يستقبل المنتخب الإنجليزي بمباراة العودة، لأنه تعادل خارج ملعبه وعلى ملعب ويمبلي أمام المنتخب الإنجليزي. هكذا شوف الفرص في هذه التصفيات، والمفاجآت ستكون كبيرة، المفاجآت ستكون كبيرة مع هذا المنتخب الألماني كالعادة دائما قوي. بقية المنتخبات الأخرى في كذلك المنتخب الهولندي قوي، لكن شاهد كيف مونتينيغرو إذا فاز اليوم يصبح بالصدارة في هذه المجموعة. والانطلاقة، الانطلاقة والتمريرة جميلة جدا بالنسبة لمونتينيغرو. المراوغة، أوهو، ضاعت، ضاعت هذه الكرة التي كانت تبدو سهلة. من جديد منتخب مونتينيغرو، المحاولة، مونتينيغرو، الانطلاقة، تدخل، وماركينيوس ضاعت منه الكرة، الحكم يقول خطأ. إذن هكذا أمام مونتينيغرو فرصة كبيرة، إذا فاز اليوم يصبح في الصدارة ب 13 نقطة، لأن المنتخب الإنجليزي الذي كان في الصدارة تعادل اليوم مع سويسرا بملعب ويمبلي هدفين لهدفين، وبالتالي حصد نقطة واحدة، يصبح ب 11 نقطة المنتخب الإنجليزي. ألمانيا في مجموعتها بطبيعة الحال 6 مباريات 6 انتصارات، آخر انتصار أمس أمام النمسا بهدفين لهدف على ملعب إرنست هابل بفيينا. روسيا كذلك 6 مباريات 4 انتصارات، الهزام 1 13 نقطة، لكن هناك جمهورية إيرلندا عنده 5 مباريات عنده 10 نقاط. في المجموعة الثالثة إيطاليا 6 مباريات 5 انتصارات وتعادل 1. سلوفينيا، سلوفينيا على كل في المركز الثاني ب 11 نقطة، لكن إيطاليا أكيد، إيطاليا وألمانيا وفي هذه المجموعة فرنسا كذلك أمامها فرصة لتعادل أمس أمام بيلاروسيا، لكن بإمكانه المنتخب الفرنسي أن يتأهل بطبيعة الحال، مباريات سهلة
بالنسبة للمنتخب الفرنسي في هذه المجموعة الرابعة، يلعب مع لوكسمبورغ وألبانيا، مباريات سهلة. هولندا بطبيعة الحال سيتأهل، 18 نقطة، 6 مباريات 6 انتصارات، رائع جدا. كرواتيا كذلك في الصدارة ب 13 نقطة في هذه المجموعة. تسديدة قوية، والحارس كان لها بالمرصاد. في هذه المجموعة انجلترا اليوم التي تعادلت بإمكانها اليوم ستترك ربما الصدارة لمنتخب مونتينيغرو إذا فاز. شوف إعادة التسديدة كانت قوية، لكن الحارس كان لها بالمرصاد. حارس مرمى يلعب في فيديوتون بالمجر بهنغاريا. كرة ملعوبة مقوسة كما ينبغي، دخل الدفاع يبعد هذه الكرة. وكذلك في المجموعة الثامنة النرويج 10 نقاط، البرتغال 7 نقاط، الدنمارك 7 نقاط. في المجموعة التاسعة إسبانيا ب 15 نقطة. إذن إسبانيا وألمانيا وهولندا أكيد أن هذه الفرق الثلاثة ستتأهل. فرنسا حظوظها كبيرة بطبيعة الحال، ستتأهل من دون شك. كذلك هناك كذلك روسيا أمامها فرصة للتأهل، والصراع يبقى في بينما شوف المحاولة، شوف المحاولة هنا، التبادل الكروي السريع، الانطلاقة بالنسبة للاعب الرائع الكابتن بالنسبة لمونتينيغرو اللاعب نيركو فيسينيتش، والكرة مباشرة للركنية. ربما وأمامه يعني حظوظ كبيرة جدا منتخب مونتينيغرو للوصول لأول مرة كبلد لنهائيات أوروبا في 2012 بأوكرانيا وبولندا. أمامه فرصة كبيرة وكبيرة جدا، لأن الإمكانات كبيرة. واليوم إذا فاز يصبح هو صاحب الصدارة، ويستقبل إنجلترا ويستقبل الفرق الضعيفة الأخرى، وبالتالي إمكاناته. وشوف التسديد، يا سلام يا سلام على مونتينيغرو، هذه التسديدة القوية التي استثمت بالقائم وعادت، ورغم الارتباء لكن الحارس لم يفعل شيء، الكرة استثمت بالقائم، وكاد مونتينيغرو أن يتقدم بالنتيجة على إثر هذه التسديدة. وجمهور مونتينيغرو يعيش المباراة ويتابع ويؤازر ويشجع، خاصة أن فريقه يعرف إذا فاز اليوم يصبح صاحب الصدارة في هذه المجموعة قبل المنتخب الإنجليزي. إذا شاهدنا هذه الكرة تصطدم العارضة، وهو جميلة جدا. 40 دقيقة تبقى، 5 دقائق على نهاية اللقاء. مونتينيغرو كاد أن يسجل في الدقيقة 39. تسديدة قوية من اللاعب رقم 2 اللي هو اللاعب سابو بافيسيفيتش. كرة من جديد، هذه المرة لريستو يانيف، ريستو يانيف للاعب إيفان بودالوفسكي، ثم اللاعب رقم 9 اللي هو إيفلين بوبو. إيفلين بوبو دائما في اتجاه بودالوفسكي، بودالوفسكي يرفع كورته، الدفاع يبعدها. عودة من جديد للمنتخب البلغاري. 5 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول في هذه المجموعة، المجموعة السابعة، والتعادل بين صاحب المركز الأول المركز الثاني لحد الآن، لأن منتخب إنجلترا أفضل من حيث فارق الأهداف، لأن إنجلترا سجلت نقطة معناها 11 نقطة، وهذه المباراة لحد الآن التعادل معناها نقطة. لكن ننتظر 90 دقيقة للتعرف على منتخب مونتينيغرو في هذه المباراة التي بطبيعة الحال بإمكانه أن يفوز بهذه المباراة منتخب مونتينيغرو، على الرغم من أن بلغاريا قدم في مردود طيب في هذه المباراة. كرة لمصلحة المنتخب، منتخب مونتينيغرو. خب الجبل الأسود، شوف الكرات القصيرة، شوف مونتينيغرو يلعب كرة نظيفة، وفي الأخير الكرة تعود لدفاع مونتينيغرو من هناك عن طريق اللاعب رقم 2 اللي هو اللاعب سافو بافيسيفيتش. سافو بافيسيفيتش يرفع كورته من هناك، وجميلة بالنسبة لمنتخب مونتينيغرو. مونتينيغرو وكرة مباشرة للركنية لمصلحة مونتينيغرو بعد هذه المحاولة من اللاعب رقم 10 رادومير جايلوفيتش. رادومير جايلوفيتش الذي يلعب في الدوري الألماني في الدرجة الثالثة، هو وكذلك هناك لاعب ثاني يلعب كذلك في الدوري الألماني الدرجة الثالثة، وهو اللاعب ميلوراد بيكوفيتش. إذن الركنية لمنتخب مونتينيغرو
كرة مرفوعة وعالية والرأسي هو